السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتتبعين للقناة الخاصة بالتحاليل الطبية. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على بعض الأطعمة المفيدة لفقر الدم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن مرض فقر الدم، عن أسبابه، عن أعراضه، عن أنواعه والعلاج المتبع في حالة الإصابة به. بشكل عام يختلف علاج فقر الدم باختلاف نوعه وأسبابه. وفيما يأتي أهم الأغذية الضرورية في علاج كل من أنواع فقر الدم التي يمكن علاجها بالغذاء، طبعا في حالة فقر الدم البسيط أو الخفيف. أما في حالة فقر الدم الحاد فلا بد من أخذ الأدوية التي يصفها الطبيب، إضافة إلى التنويع في التغذية. إذن فيما يخص فقر الدم الناتج عن عوز في الحديد الذي يعتبر الأكثر شيوعا في العالم، حيث أن الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر عرضة للإصابة به. كذلك بالنسبة للنساء التي تأتيهن الحيض بغزارة، وتنبيه بالنسبة للنساء اللواتي يضعن اللولب من أجل منع الحمل، فربما يتسبب هذا الأخير في نزيف ويؤدي أيضا إلى فقر الدم. يتم علاج هذا النوع من فقر الدم عن طريق زيادة تناول الحديد، سواء عن طريق التغذية أو عن طريق المكملات الغذائية. وتشمل المصادر الغذائية الغنية بالحديد أولا اللحوم الحمراء، الأسماك والأسماك القشرية، الدواجن، البيض، البقوليات، الحبوب الكاملة والحبوب المدعمة بالحديد مثل حبوب الإفطار، الفواكه المجففة والخضروات الخضراء مثل البروكولي. يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الاستعانة ببعض العوامل الغذائية التي ترفع من امتصاص الحديد لتسريع عملية العلاج عن طريق تناولها في نفس الوجبات مع مصادر الحديد، ومن أهمها فيتامين سي الذي يساعد على زيادة امتصاص الحديد. إذن من المستحسن أخذ العلاج الأدوية مرافقة مع كأس من عصير البرتقال. فقر الدم الناتج عن عوز فيتامين B12، وهو يتميز بخلايا دم حمراء كبيرة في الحجم، وعادة ما يحصل بسبب عدم قدرة الجسم على امتصاصه وليس بسبب قلة تناول مصادره الغذائية. يتم علاج عوز فيتامين B12 في الغالب باستعمال الحقن، وكذلك عن طريق التغذية، فهو موجود طبيعيا في المصادر الحيوانية فقط، مثلا اللحوم، الأسماك، الدواجن، الأسماك القشرية، الحليب، الأجبان والبيض. ونجده أيضا في بعض المنتجات المدعمة به مثلا حبوب الإفطار. فقر الدم الناجم عن عوز في حمض الفوليك الذي يمكن أن يحصل بسبب نقص في التغذية أو بسبب عمليات الطبخ الزائد، أيضا بسبب ارتفاع احتياجات الجسم له خاصة في حالة الحمل. يتم علاج هذا النوع من فقر الدم بالمكملات الغذائية وزيادة تناول مصدر حمض الفوليك خاصة الموجود في الكبد، الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ، البروكولي، البندورة، البقوليات كالعدس والفاصوليا الجافة، خبز القمح الكامل والبطاطس. أما فيما يخص اللحوم والحليب فهي تعتبر مصادر فقيرة جدا من هذا الفيتامين، وتجدر الإشارة أن حمض الفوليك حساس جدا للحرارة والأكسجين، وبالتالي يتم فقد حوالي 50-90% منه من خلال التخزين والطبخ. لذلك يجب أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند علاج نقصه بالغذاء. نقص فيتامين E قد يتسبب أيضا في فقر الدم الانحلالي أو الأنيمي هيموليتيك، وهو نوع نادر جدا من أنواع فقر الدم ويرتبط غالبا بأمراض سوء الامتصاص، ويتم علاجه بالمكملات الغذائية والحمية. إذن نعتمد لعلاجه على الأغذية الغنية بالفيتامين E والتي سبق وأن تكلمت عليها في فيديو سابق. وتجدر الإشارة أن فيتامين E حساس جدا للأكسدة والحرارة. إذن فمن أجل علاج مرض فقر الدم أو الوقاية منه عامة،
فالتغذية المتنوعة تلعب دور مهم جدا جدا. فمثلا أخذ عصير من التفاح مع الشمندر أو البربة مهم جدا، لأن التفاح غني جدا بالحديد، بينما الشمندر أو البربة غنية بحمض الفوليك إضافة إلى بعض الألياف والبوتاسيوم. حبوب السمسم أيضا تعتبر مصدر مهم جدا من مصادر الحديد. السبانخ غنية بفيتامين A، فيتامين B9، فيتامين E، فيتامين C والحديد، الألياف، الكالسيوم والبيتا كاروتين. الطماطم مهمة لأنها غنية بالفيتامين C الذي يساعد في امتصاص الحديد. الرمان أيضا غني بالحديد وبالكالسيوم وبالألياف. التمر أيضا، 100 جرام من التمر تعادل 0.90 ميلي جرام من الحديد، والتمر غني جدا بالكالسيوم، المغنيسيوم، النحاس إلى غير ذلك. الكبد أيضا فهو غني بالحديد من النوع الهيمي الذي يتم امتصاصه أكثر من أنواع الحديد الأخرى، غني أيضا بفيتامين B12. الزبيب أو العنب المجفف، ف 100 جرام من الزبيب تعادل 1.88 ميلي جرام من الحديد. إذن فتغذية سليمة متنوعة وغنية بالحديد بحمض الفوليك بالبروتينات والفيتامينات تساوي صحة جيدة. ومن العادات الغذائية المنتشرة في عالمنا العربي هي شرب الشاي الأخضر بالتحديد، لما فيه من منافع كثيرة جدا لأنه غني بمضادات الأكسدة. والمتعارف أيضا أن شرب الشاي يزيد من حدة فقر الدم، وهذا غير صحيح. فليس شرب الشاي هو المشكل، إنما وقت تناوله هو الذي يلعب دور مهم، لأن الشاي من مكوناته مادة التانين التي تمنع امتصاص الحديد بشكل جيد. لذا فشرب الشاي مع تناول الوجبات أو بعد ذلك مباشرة يمنع من امتصاص الحديد، وبالتالي عدم استفادة الجسم منه، هذا ما يسبب فقر الدم. إذن فشرب الشاي بعد الوجبات على الأقل ساعة وبكميات معتدلة خلال اليوم، بالعكس فهو مفيد جدا جدا للصحة لما فيه من مضادات للأكسدة.